ولن نساوي على الحق أو الثوابت. إنها السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل وفيها. وأشار الرئيس الحريري في ختام كلمته إلى أن التعيينات التي ينتظرها اللبنانيون ستكون من الإنجازات المهمة. مجلس الوزراء يقر التعيينات، والرئيسين عون والحريري يشددان على التمسك بالقرار 1701 وبمتانة العلاقة مع الدول العربية. وأنا بحاجة لكم بكل مكان بالدولة. في يوم المرأة العالمي تحية من الرئيس الحريري لجهودها بإضاءة السرايا الكبير ومطالبات بإنصافها. قصف جو ومدفعي يسقط هدنة الغوطة الشرقية وبدء وقف إطلاق النار في حي الوعر المحاصر. صباح الخير. لمناسبة يوم المرأة العالمي تم إضاءة السرايا الكبير كتحية من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي قال في تغريدة عبر تويتر: يوم المرأة العالمي مناسبة لتأكيد التزام بإحراز التقدم لدور استثنائي للمرأة في صنع مستقبل لبنان عبر كوتا في قانون الانتخاب وقوانين لإنصافها. وأضاف الحريري: نضيء السرايا الحكومي الكبير في اليوم العالمي للمرأة، نريد بناء لبنان مختلفا يتساوى فيه المواطنون نساء ورجالا لنحقق أهداف التنمية. إضاءة السرايا الكبير سبقها بساعات جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، أقرت خلالها تعيينات عسكرية وأمنية وقضائية في المراكز الحساسة. الجلسة شهدت نقاشا حول التزام لبنان بالقرارات الدولية والعلاقة مع الدول العربية. أهمية الحوار بين اللبنانيين حول كل القضايا التي تعنيهم دعوة وجهها رئيس الجمهورية ميشيل عون خلال جلسة مجلس الوزراء أو جلسة التعيينات، والتي انسحب على أجوائها الحوار واتسمت بوفاق لم نشهد مثيله منذ زمن. فأتت التعيينات في مكانها مبددة مقولة التمديد كما كان يحصل في السابق. الجلسة شهدت في بدايتها كلاما لرئيس الجمهورية عارضا للوزراء نتائج محادثاته مع عدد من المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين فيما يتعلق بالتزام لبنان بالقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701. كما كان لرئيس الحكومة سعد الحريري مداخلة بهذا الشأن إضافة إلى العلاقات مع الدول العربية. وأكدت مصادر مطلعة للمستقبل أن نقاشا حصل حول هذه المسائل، وفي مداخلات الوزراء المشنوق وحمادي وفرعون ووزراء القوات كان إصرار على الالتزام بما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري لأنها من المسلمات، لا سيما ما يتعلق بعدم التعرض للعلاقات مع الدول العربية وبأن الكلام حول سلاح المقاومة يعطل تحسين هذه العلاقات. ثم عرض فخامته حصيلة المحادثات التي أجراها مع المفدين الأمريكيين، لافتا إلى أنه أبلغهما التزام لبنان الكامل القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، داعيا إلى وجوب تنفيذ هذا القرار على الجميع بالتساوي. وأضاف رئيس الحكومة: نحن كحكومة واضحون عبر البيان الوزاري فيما يتعلق بالقرار 1701، وكذلك فيما خص علاقة لبنان بالدول العربية، وجميعنا اليوم يعلم أن هناك أمورا نختلف بالرأي في شأنها، ولكن علينا أن نضع هذا الاختلاف جانبا والاهتمام بشؤوننا الداخلية وتحقيق مصلحة لبنان أولا. بعد ذلك أقر مجلس الوزراء سلسلة من التعيينات الأمنية والعسكرية والقضائية، كان أبرزها ترقية العميد الركن جوزيف عون وتعيينه قائدا للجيش اللبناني، تعيين العميد أسعد الطفيلي رئيسا للمجلس الأعلى للجمارك وإعفاء نزار خليل من مهامه، ترقية العميد توني صليبة إلى رتبة لواء وتعيينه مديرا عاما لجهاز أمن الدولة وتعيين نائبه العميد سمير سنان، تعيين اللواء عباس إبراهيم مديرا عاما مدنيا للمديرية العامة للأمن العام، وترقية العميد سعد الله الحمد إلى رتبة لواء وتعيينه أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع، ترقية العميد عماد عثمان إلى رتبة لواء وتعيينه مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، وتعيين القاضي بركان سعد رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
تعيين هيلان اسكندر رئيسة لهيئة القضايا، وتعيين المراقب أول بدري ظاهر مديرا عاما للجمارك، تعيين جراسيا قزي وهاني الحاج شحادي عضوين للمجلس الأعلى للجمارك، وتعيين القاضي جورج عطية رئيسا لهيئة التفتيش المركزي، ونقل القاضي جورج عواد إلى مجلس القضاء الأعلى بناء على طلبه، تعيين فريال دلول مفوضا للحكومة لدى مجلس شورى الدولة، وإبقاء فؤاد فليف المحافظا لجبل لبنان ليصار تعيين خلف له بعد أسبوعين. وأقر مجلس الوزراء بند الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية ومشروع قانون فرض عقوبات على جريمة التحرش الجنسي. حضر التوافق السياسي فأنتج التعيينات الأساسية والتي ستسهل عمل الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية في المرحلة المقبلة، على أمل أن ينسحب هذا الوفاق على التعيينات المتبقية والقضايا العالقة وأبرزها قانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب. من بعبدة، شهير إدريس، تلفزيون المستقبل. للمرة الأولى منذ العام 84 يتسلم قائد جديد للجيش مهامه من سلفه، حيث سيتسلم العماد جوزيف عون مهامه من العماد جون قهوجي. هو اسم تعرفه الجبهات الساخنة معرفة حقيقية. جوزيف عون قائد اللواء التاسع الذي سيتولى مسؤولية جديدة على رأس مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء. فمن السهر على أمن الحدود الجنوبية إلى إعادة تنظيم الخطوط الدفاعية للجيش اللبناني على طول الجبهة مع الإرهابيين الموزعين في السلسلة الشرقية، مهمات أوكلت إلى اللواء الذي يعرفه ضباطه وجنوده عن قرب. من مواليد 10 كانون الثاني 1964 من بلدة العيشية في جنوب لبنان، تخرج ضابطا برتبة ملازم في أيار عام 1985، رقي إلى رتبة عميد في 1 تموز 2013 في سجله العديد من الدورات في الداخل والخارج. وفي سن الفيل حيث منزل العماد، أهال وأصدقاء حضروا وسط أجواء من الفرح. وكان رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قد التقى القائد الجديد للجيش الذي شكر رئيس الجمهورية على الثقة التي أولاه إياها مع رئيس مجلس الوزراء بتعيينه قائدا للجيش. ولاحقا صدر مرسوم حمل الرقم 305 والذي قضى بتعيين العميد الركن جوزيف عون قائدا للجيش وترقيته إلى رتبة عماد بعد توقيعه من قبل رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء المعنيين. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والذي خلف اللواء الشهيد وسام الحسن ترك بصماته كرئيس لشعبة المعلومات وعمل بصمت مع الضباط والعناصر محققا جملة إنجازات خصوصا على صعيد مكافحة الإرهاب. هو المثابر الذي عمل بصمت بعيدا عن الأضواء وقاد شعبة المعلومات إلى آفاق جديدة وإلى تحقيق إنجازات كبيرة وطورها ونقلها إلى العمل الحديث. عام 2012 ورث العقيد عماد عثمان آنذاك رئاسة شعبة المعلومات بعد استشهاد رفيق دربه اللواء وسام الحسن. ورث منظومة أمنية ومؤسسة نوعية بعملها وقدراتها البشرية وخطة عمل لمن سيكمل الطريق، فأضاف من لمساته الخاصة عليها واستمرت الشعبة في عملها بجهود استثنائية في المسألة الأمنية. من مواليد بلدة الزعروري الشوفية، دخل عماد محمود عثمان السلك عام 84 تلميذا ضابطا وتدرج بالرتب حتى رتبة لواء، شاغلا عدة مراكز خلال مراحل خدمته وحاصلا على أوسمة وتهنئات على إنجازاته، لاسيما خلال خدمته في شعبة المعلومات وقسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، حيث ساهم في مكافحة الإرهاب وتمكن من ملاحقة وتعقب وتوقيف عصابات منظمة وجنائية، كما اختير عام 2009 لقيادة سرية الحرس الحكومي، ثم تسلم رئاسة قسم المباحث الجنائية الخاصة المسؤول عن مكاتب مكافحة السرقات الدولية والجرائم المالية والملكية الفكرية والمعلوماتية. 4 سنوات في قيادة شعبة المعلومات ساهم عثمان ومعه الشعبة في مكافحة الإرهاب، وبسرعة قياسية تمكن من توقيف شبكات إرهابية كانت تهدد أمن لبنان وسلامته، بالإضافة إلى مساهمته في الكشف عن العديد من الجرائم وعمليات الخطف وغيرها.
واصلت شعبة المعلومات مسلسل إنجازاتها، ويمكن القول أن ما تم تحقيقه بقيادة اللواء عماد عثمان على صعيد الأمن الاستباقي عكس صورة ناصعة ومثالا يحتذى به من قبل أجهزة الأمن في الخارج، وكل ما تم تحقيقه هو نتيجة لعمل وجهد متكاملين قام وما زال يقوم به ضباط وعناصر الشعبة. رأى الرئيس سعد الحريري أن يوم المرأة العالمي هو مناسبة لتأكيد التزامه بضرورة إحراز تقدم لدور المرأة في صنع مستقبل لبنان. أنا بدي أقول أنه الوسيلة الوحيدة لحتى نقدر نوصل لأنه تكون المرأة داخلة بالمجتمع بالسياسة لازم يكون في كوتا نسائية للمرأة بالبرلمان، ولازم يكون أيضا نشتغل على أنه يكون في كوتا بالحكومة. ولكن اليوم أنا بشوف أنه قانون الانتخابات اللي عم نشتغل عليه يجب أن يتضمن هذه الكوتا. أنا بدي حيي كل مرأة لبنانية ناضلت واشتغلت من كل قلبها لحتى تقدر توصل للمحلات اللي هي وصلتها. هلأ صار وقتها، وهلأ صار وقت أنكم تقوموا بهذا الجهد. نحن وياكم وانا بحاجة لكم بكل مكان بالدولة. هكذا هنأ رئيس الحكومة سعد الحريري المرأة اللبنانية في يومها العالمي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما خص حملة I'm loving myself بهذه المعايدة تشجيعا منه للمرأة اللبنانية ومديرتها مديحة أرسلان التي شكرت الخطوة التشجيعية والمبادرة تجاه حملتها. وخلال مأدبة فطور تكريمية للسيدات الموظفات في السراي الحكومي للمناسبة، دعا رئيس الحريري المرأة إلى مشاركتها الفعالة في جميع قطاعات الشأن العام. أنا أؤمن بالكوتا لأنه يجب أنه المواطن يعرف أنه يجب عليه أنه يصوت للمرأة في لوائح الانتخابات. من بعدها بيصير أنه نشيل الكوتا، بس ما يصير الناس متعودين أنه ينتخبوا نساء في الانتخابات النيابية وأيضا يكونوا في الوزارات، لأنه فعلا ممكن ينجزوا أكثر بكثير من كثير من الرجال اليوم اللي عم تشوفهم إن كان بمجلس النواب ولا إن كان بالوزارات. سعد الحريري معكم إن شاء الله وحيدلوا معكم. وكانت مديرة الشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء سناء سروان شكرت باسم المدعوات الرئيس الحريري على لفتته الطيبة، وشددت على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة مطالبة بإعطائها حقها في السياسة والإدارة وفي المجالات كافة. وللمناسبة نفسها هنأ الرئيس ميشيل عون المرأة اللبنانية مؤكدا أنه مع إزالة كافة الفوارق القانونية بين المرأة والرجل من دون قيد أو شرط. في يوم المرأة العالمي هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المرأة اللبنانية في عيدها، مقدرا تضحياتها وتفانيها، وشدد على دورها في بناء الوطن والمجتمع والعائلة. الرئيس عون وأمام وفد المجلس النسائي بحضور اللبنانية الأولى السيدة نادية عون أكد أنه مع المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، لافتا إلى أنه يدعم ما يطالب به المجلس النسائي اللبناني ويدعو إلى تنفيذه من دون قيد أو شرط. نحن مع إزالة الفوارق القانونية بين المرأة والرجل، نفس الحقوق ونفس الواجبات. طبعا أنتوا بتكونوا الأوائل حتى تساعدونا، فإذا كل شيء عم تطلبوا فيه نحن معه بدون قيد أو شرط. وفي قصر بعبدة وأمام وفد من الجامعة اللبنانية الكندية، رأت اللبنانية الأولى أن حضور المرأة في الندوة البرلمانية ليس موضع منة من أحد، بل حقا أساسيا من حقوق المرأة اللبنانية التي أثبتت حضورها في مختلف المجالات، وهي موضع ثقة واحترام في لبنان والمنطقة والخارج. في النشرة بعد الفاصل، اللجان المشتركة تستكمل مناقشة موضوع السلسلة في جلسة رابعة تعقد اليوم. أهلا بكم من جديد. أرجأت اللجان النيابية المشتركة استكمال مناقشة سلسلة الرتب والرواتب إلى بعد ظهر اليوم، بعدما أقرت الجداول في الجلسة الثالثة على وقع عدم رضا العسكريين من جهة وتحفظ الأساتذة من جهة أخرى. التقرير لمهضة.
على الرغم من الصراخ المتصاعد من داخل الاجتماع، إلا أن اللجان المشتركة قطعت شوطا كبيرا في مسيرة سلسلة الرتب والرواتب، فمن أجزائها الثلاثة أي الجداول والإصلاحات والإيرادات أنجزت اللجان الجدول الموحد الذي وضع أمامها تحت سقف 1200 مليار، وهو الرقم الذي حددته الحكومة في مشروع الموازنة. خرج الجميع إما غير راض كحال العسكريين، وإما متحفظ كوزير التربية مروان حميدي الذي انتقد الفروقات بين المعلمين والعسكريين متحدثا عن سلاسل لا سلسلة. الزملاء اللي سجلوا تحفظات عظيم، بس انه ايه وبعدين تحفظات؟ انه الناس بدها نتيجة بالاخر. نحن بوضع، بعطيكم مثل صغير، نحن بوضع كنا العسكري كان قبل غلاء المعيشة معيشه بحدود جداول مش معي 655 ألف، اليوم عم نحكي ب 982 ألف. بتقولوا لي هيدا بيأدي، هيدا عادل؟ بقول لك لا، يمكن لازم يكون اكثر، بس شوفوا كمان الوضع المالي والاقتصادي والوضع اللي نحن كلنا سوا عم نعيش فيه. بتقولوا ما في زياده؟ لا، صار في زياده. الاداريين عندهم نفس الشكوى، كان بدهم 4.5 درجات اخذوا 3، الاساتذه كانوا مطالبين ب6 درجات وصلوا يمكن بالتفاوض الى 4-5 اخذوا 3. اليوم الكل صار في عمليه تسويه اذا جاز التعبير، أخذت بعين الاعتبار كل القطاعات. أنا ما عم بقول إنه هذه التسوية هي بالمطلق وبكل تفاصيلها عادلة. كنعان ذكر بأن السلسلة لم تنتهي، فهي لا تزال أمام اللجان، وأن هناك هيئة عامة لاحقا، إضافة إلى إصلاحات وإيرادات ستستكمل في الاجتماعات المقبلة. وفي وقت ستناقش الإيرادات في اجتماع يوم الخميس، أكد وزير المال علي حسن خليل أن الضرائب بما فيها TVA لن تطال الطبقات الفقيرة، وأوضح من جهة أخرى أن أقرار السلسلة لا يعني زيادة الحد الأدنى للأجور. وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد شدد على ضرورة الإسراع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. التقرير لربيع شنطف. الأمور بشأن سلسلة الرتب والرواتب تسير بشكل طبيعي وإيجابي، هذا ما يمكن استخلاصه من تصريح النواب الذين التقوا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني ضمن إطار لقاء الأربعاء النيابي. التفاؤل بشأن إقرار السلسلة قريبا يرافقه تشاؤم بشأن إمكانية التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، وقد لفتت مصادر نيابية لتلفزيون المستقبل إلى أن الحديث عن توافق حول النسبية الكاملة أمر غير صحيح، وكل ما يكتب في هذا المجال يبقى في خانة التكهنات. كان الحديث أول شيء الإسراع في السعي إلى إنجاز السلسلة. وزير الداخلية مجبور هو ورئيس الحكومة وقعوا مرسوم دعوة الهيئات الناخبية، هي موضوع قانوني يجب عدم التخلف عنه دستوريا. أما فخامة الرئيس، هذا موضوع صار البحث فيه دستوري أيضا، هل هذا الأمر صلاحية فخامة الرئيس أن يوقع المرسوم أو له حق خيار أن لا يوقع المرسوم؟ إذا المهل استنفذ حكما نحن دخلنا النفق المظلم لجهة الفراغ. وبقدر أقول بأنه السلسلة ستقر، لم يعد هناك من عقبات فعلية أمام هذه السلسلة. قناعتي أن السلسلة سوف تكون شاملة، هذا ما قاله وزير الدفاع يعقوب الصراف بعد لقائه بري. تناولت مع دولته عدة مواضيع، أولا أمن الإبقاع، وهو أكد مرة أخيرة أنه هو داعم للسلطات الأمنية كافة للتخلص من آفة تدهور الوضع الأمني. الصراف نقل عن بري تأكيده وجوب التنسيق الكامل بين الجيش واليونيفيل وتخفيض التوتر بين القوات الدولية والأهالي في الجنوب. إلى ذلك، دعا المطارنة الموارنة إلى الإسراع بإقرار قانون انتخابي تحاشيا للوقوع في الفراغ. المستجدات المحلية عرضها مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الدوري الشهري برئاسة البطريرك الماروني ماربشارا بطرس الراعي، ومنها موضوع قانون الانتخاب. قد طالب المطارنة الإسراع ببته تحاشيا للوقوع في الفراغ. يرى الآباء في التجاذب الحاصل في موضوع قانون الانتخاب إشارة إلى غياب إرادة التغيير والبحث عن رؤية مشتركة عما يبتغى من هذا القانون الذي يحتاج بالدرجة الأولى إلى رؤية سياسية
تنقل البلاد إلى طور نمو جديد وإلى معايير مستوحاة من الميثاق الوطني والدستور، والمطلوب الإسراع في بت هذا القانون تحاشيا للوقوع في الفراغ. المطارنة تطرق إلى موضوع الموازنة ودعوا إلى وضع رؤية اقتصادية تعمل على تشجيع النهوض الاقتصادي ووقف الهدر والفساد، مما يسمح بإقرار سلسلة الرتب والرواتب عادلة من دون أن تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني. وهم يتمنون أن تدرك القوى السياسية الأخطار التي يحملها مشروع الموازنة العامة الجديد بفرض الضرائب وزياداتها على المؤسسات الاقتصادية والشعب اللبناني خلافاً لكل قواعد الاقتصاد. ولمناسبة يوم المرأة العالمي تمنى المطارنة أن تأخذ المرأة اللبنانية دورها على كل الأصعدة في المجتمع اللبناني. داهمت الأجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام مكاتب وشركات مالية تتعامل بتحويل الأموال، وأوقفت عددا من الأشخاص من التابعية السورية اعترفوا بانتمائهم إلى شبكات إرهابية قامت بنقل مبالغ مالية طائلة بهدف تمويل المنظمات الإرهابية عبر جرود عرسال ومنها إلى القلمون. عقدت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة برئاسة القاضي ديفيد راي، واصلت خلال الاستماع لإفادة خبير الاتصالات الشاهد جاري بلات، وقد تركزت الإفادة حول موضوع المراقبة إضافة إلى استخدام شبكة الاتصالات السرية. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. تحرير ثاني أكبر سجون العراق في غرب الموصل. أهلا بكم من جديد. تجدد القصف الجوي والمدفعي المكثف على مناطق المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، وذلك بعد ساعات من إعلان روسيا دخول الهدنة حيز التنفيذ. في انتهاك فاضح للهدنة التي أعلنتها روسيا، شن النظام السوري سلسلة غارات وقصفا مدفعيا مكثفا على مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية أبرزها زمالكا وعربين وحرستا ودوما وسقبة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى المدنيين بينهم نساء وأطفال. ويأتي تجدد القصف الجوي والمدفعي على الغوطة بعد إعلان الجيش الروسي مساء الثلاثاء وقفا لإطلاق النار في المنطقة كان يفترض أن يستمر حتى 20 من الشهر الجاري. أما القيادي في جيش الإسلام محمد علوش فقال إن الإعلان الروسي عن وقف إطلاق النار هو إعلان سياسي فحسب لكنه عسكريا غير منفذ، معتبرا أن موسكو تريد أن تقدم نفسها حيادية وراعية للحل السياسي، ولكن على الأرض الوضع مختلف. في شأن ميداني آخر، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات درع الفرات وقوات سوريا الديمقراطية في الريف الغربي من مدينة منبج بريف حلب إثر محاولة المقاتلين الأكراد التقدم في محيط الريف الغربي للمدينة بعد تسليمهم قرى سورية جديدة إلى قوات النظام التي سيطرت بدورها على 15 بلدة وقرية في ريف حلب الشرقي. هذا وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات في محافظة دير الزور شرق سوريا بعد معارك مع تنظيم داعش الإرهابي. أما في الوسط فبدأ وقف إطلاق النار في حي الوعر المحاصر بحمص الذي كان على مدى شهر كامل هدفا لقصف عنيف ومكثف من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية لها، ما أسفر عن سقوط أكثر من 250 قتيلا. استعادت القوات العراقية السيطرة على سجن بادوش في الساحل الأيمن للموصل، ورفعت العلم العراقي فوق أسواره وباشرت اقتحام الشقق السكنية التابعة للسجن. بالتزامن سيطرت ميليشيات الحشد الشعبي والفرقة المدرعة التاسعة على الشارع العام الذي يربط بين الموصل وتل عفر. في الرياض يبحث الموفد الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد فرص استئناف مشاورات السلام وإمكان الدخول في هدنة جديدة وإدخال تعديلات طفيفة على خريطة الطريق. ميدانيا تواصلت المعارك في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، فيما أحبط الجيش الوطني محاولات تسلل لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في شبوة وتعز. هذا واعترضت الدفاعات الجوية للتحالف العربي 3 صواريخ باليستية متوسطة المدى أطلقتها الميليشيات على مواقع الجيش الياباني في المخا.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. وأشار الرئيس الحريري في ختام كلمته إلى أن التعيينات التي ينتظرها اللبنانيون ستكون من الإنجازات المهمة. مجلس الوزراء يقر التعيينات الأمنية والعسكرية، والرئيسين عون والحريري يشددان على متانة العلاقة مع الدول العربية. أنا بحاجة لكم بكل مكان بالدولة. في يوم المرأة العالمي تحية من الرئيس الحريري لجهودها بإضاءة السرايا الكبير ومطالبات بإنصافها. قصف جو ومدفعي يسقط هدنة الغوطة الشرقية وبدء وقف إطلاق النار في حي الوعر المحاصر. ختام الصباحية، شكرا لكم وإلى اللقاء. لم ولن